لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الملعب الكبير بطنجة لمتابعة لقاء قوي عند الجولة 26 من الدوري الاحترافي الإنوي الذي سيجمع بين فريقي اتحاد طنجة وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. حضور جماهيري كبير من جماهير الفريقين، جماهير اتحاد طنجة الحاضرة بقوة في هذه المواجهة، وكذلك جماهير فريق الرجاء التي انتقلت من مدينة الدار البيضاء من أجل مساندة فريقها في هذه المواجهة. ونعلم جيدا بأن المباريات الأخيرة اللي فادت فريق الرجاء تابت الكرة بسرعة اليمنى عند محمد مكعازي، طلعت كره داخل منطقه الجزاء، فرصه زكريا حذف بالراس ولكن الكره مشت فرصه لاتحاد طنجه الدخول داخل منطقه الجزاء، ويبعد الكره اسماعيل مقدم يتدخل ويبعد الكره ويبعد الخطوره. كانت محاوله وفض للجميع بان محسن متولي مازال حاضر ومازال بكل يعني التقنيات والامكانيات اللي تعودناها على المايسترو وعميد فريق اتحاد. امكانيات العرضيه الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه وتسديده كانت قويه ديال زكريا حذراف كتمشي فوق المرمى، فرصه لفائده فريق الرجاء بواسطه زكريا حذراف. لاحظوا رده فعل ديال المدرب التونسي، صفر لمثل بين الفريقين يوم الاثنين الوداد المغرب التطواني والفتح الرباطي امام الشبلكي. هناك خطا لانس الزليجي العرش، كلمات كره فرصه كتمر امام حمزه خابو، الحكم كيقول هناك زاويه اللي فادت فريق الرجاء. كان البحث على لاعب حمزه خابري تحدثت عليه مني، ثبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه ومن رجاء بن ابن روجر اولو كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. كانت محاوله ممتازه، تلعبات الكره وتلعبات الزاويه بطريقه ممتازه كمدافع ايمن. هذه فرصه فرصة الهدف تضيع، زكريا حذراف كتوصل الكرة أمامه يسدد، الكرة تمر جانبا من القائم الأيسر لمرمى الحارس غاية ملباح. زكريا حذراف كان قريب من وضع محسن متولي، رفع الكرة فرصة كان بحث على نعمان عرب ولكن تدخل إسماعيل مقدم، جزات الكرة لسفيان مدن أخرى روجر أولو، تبادل الفرصة لفادة فريق الرجاء والحكم كان قريب العملية كيقول هناك خطأ لصالح فريق اتحاد طنجة. تدخل امام نعمان عرب، محسن متولي ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل اسماعيل مقدم ترجع الكره من زكريا كياني يقرب لزكريا لفائده فريق اتحاد طنجه. محسن متولي ترفع الكره فرصه وتدخل، دائما محاوله كان العوده ديال محسن الرمجه داخل منطقه الجزاء خابة، هناك تقديم لمحسن الرمجه، حمزه خابة تمكن من استرجاع كره فرصه وتدخل الحارس غايه مرباح. حمزه خبان اللي مرر بحث على نوفر عزروني ولكن الحارس غير مربح كان في المكان. هناك انطلاقه ديال زكريا بالمعاشي، خروج الحارس انس زنيتي بطريقه ممتازه، كيرجع كره بالرجل اليمنى نوفر عزروني، ماشي كيلعب كره عند محمد سبول، العرضيه داخل منطقه الجزاء، محسن متولي تسديده قويه ولكن حاولنا تكون مؤطره ولكن مشات بعيده شيئا ما على مرمى الحارس انس الغيني كاميرا. كم كان الخطا لفائده الغيني كاميرا ولفائده فريق الرجاء. زكريا حذراف، رفع الكره فرصه تدخل ديال محمد الزبول قبل ما توصل الكره لحمزه خبا، وكذلك الكرات الثابته والاخطاء، لعبات الكره في القائمه الثانيه الراسيه فرصه حمزه خبا بحث على احمد كاميرا اللاعب الغيني ولكن الكره ديالو مشات جهه اليمنى، تبادل المحاوله لفائده فريق الرجاء تمريره وتدخل وابعاد الكره للزاويه. كانت محاوله وفرصه اللي كيصعد وكذلك حمزه خبا، لعبات الكره سهله وخروج في المكان والتوقيت المناسبين للحايز هذه الجوله الاولى. سفيان المدن كره طويله ولكن فقط الحارس انس الزليجي، كان البحث على جوي جما، الانطلاقه ديالو كانت وراء المدافع فرصه تسديده مرت جانبا نوفل عزروني، تسديده قويه تمر جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس غايه مربح. كانت محاوله كيسعد تلفيل الزاويه، لعبات الكره فرصه كان بامكان يكون هدف بنيران صديقه، اعتقد انه الكره كذلك لبسات اللاعب والمدافع اسماعيل مقدم. كانت فرصه كان قدير محمود بن تيك، حكم كيعلن على خطا لفائده فريق الرجاء،
الحكم كيقول هناك دفع وبالتالي هناك خطأ للمستطيل العمليات نوفل الزروني ترفعات الكرة بكاش بشكل جيد. تدخل لاعبين ديال اتحاد طنجة ولاعبين زكريا حدراف فرصة لفريق الرجاء على دفاع فريق اتحاد طنجة والكرة خارج أرضية الميدان في الوقت اللي لاعبي فريق الرجاء يطالبون بالزاوية ويدخل داخل منطقة الجزاء. فرصة للرجاء وتدخل غاية مرباح منطقة الجزاء. زوير الواسطي دابا محتفل الكرة زوير كيلعب حاول يرفع الكرة ولكن سهل عند الحارس أنس زنيتي بحث المهمة عن الجولة 26 من الدوري الوطني الاحترافي تلك التي ستنطلق بعد لحظات هنا على أرضية ملعب الفوسفات من مدينة خريبكة في قمة فوسفاتية خالصة في قمة ينتظر منها أشياء كثيرة في قمة يمكن اعتبار قمة أسفل الترتيب بين فريقي أولمبيك خريبكة وضيف فريق دفاع الحسري الجديد. تنطلق المباراة اللي تنطلق مع التطلعات والأمان والانتظارات والكرات من جانب عناصر فريق أولمبيك خريبكة. كريم الناشئة اليمنى محاولة تقدم التغطية عبر الطرف الأيسر محاولة إخراجها من جانب صناعة لاعب على مستوى وسط ميدان فريق دفاع الحسن الجديدي. هنا استخلاص الكرة محاولة تقدم فريق المولودية الوجدية هنا تلعب كرة مقوسة خروج الحارس بعاد ترتد الكرة شعب المفتول بعدين العرضية خطيرة والتغطية من جانب الدفاع عن الانسلالات عن الحلول عن العرضيات عن الفرصة وبين يدي الحارس أحمد من اللاشية اليسرى من كريم البونكات العرضية الراسية ورسية يوسف شينا تمر فوق مرمى الحارس أحمد مروان بيساك. من أجل تحقيق النتائج الإيجابية العرضية مرت جانبية كرة عبد العميمي مرت جانبية بدون لعب كريم البونكات هنا تسدد بعيدا ركلة المرمى لعناصر الآن كابيلوسي كانيون كرة تمويل الفرصة ولا التحضير للفرصة رادا يسدد إمام إلى الهجمة لعناصر الدفاع وهنا المخالفة يشير الحكم لفائدة الفريق الدكاني. إذا الحكم الفعل سيوجه البطاقة الصفراء كما قلت وتوقع دياجي تنفذ عبر القائم الأول خروج الحارس والفرصة للخطورة محاولة استثمار ارتداد صناعة اللعب والربط هنا المحاولة للتسديدة وترتد بعدما لمست مدافع فريق الدياشي تسنية تلعب عبر القيمة الثاني فرصة خطيرة ولبعاد من جانب طيب كرة ثابتة تنفذ عبر القيمة الأول ولكن هذه المرة خروج موفق للحارس أحمد مروان بيساك الانطلاق من كابيلو والتغطية من جانب دفاع الحسن الجديد حكم يمنح ركلة حرة مباشرة السادة والسيدات تنفذ مقوسة خطيرة ومرت بسلام كابيلوسي كاليونغ كاد أن يفعلها في هذه اللحظات. شعيب انطلق شعيب مشى شعيب التمرير وقطع الكرة تسدد رائعة ولبعد من جانب محمد فرني تسديدة من بعد للوصول لشباك مبكرا يوسف شينا سقط يوسف سلامات مدى هناك حكم يقول ركلة مرمى سينتظر الحكم من أجل التأكد أولا من الغريب قد يكون هناك ركلة جزاء لفريق أولمبيك غريب إذن القرار النهائي للحكم كريم الصبري قلت هنا لقطة ركلة جزاء ركلة جزاء لفريق أولمبيك غريب إذن في حدود الدقيقة الثانية فريق جول 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 أسامة الحفاري يمنح التقدم لعناصر أولمبيك خريبكة من نقطة الجزاء على مستوى عملية التنفيذ كان وفد من بلال الصوفي تسديدة جانبا عن مرمى الحارس محمد فري أراد أن يبحث عن التسديدة المقوسة لمخرس طيب عرضية الطيب في القيمة الثانية بالرأس التحضير الفرصة خطورة جول 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 عبد السلام الطاهر بن عمر
ابن عمر اللي بيسجل هدف التعادل لفريق الدفاع الحاسر الجديد. تغير النتيجه 1-1. يتنفس السعداء عبد الرحيم طريب وكل مكونات فريق الدفاع الحاسر الجديد. خطا عفوا على غفله من طرف دفاع فريق اولمبيك خريبكا. عمليه تمويه تلقى فرصه في الخطوره. ضاعت كرة الثانية على محمد قسو. ضاع الثاني على محمد قسو. وجد الحارس احمد مران بالسكوة المتابعة من دفاع فريق دفاع محمد قسو على مستوى التشكيلة الرسمي. شاهدة امامية فرصة خطيرة جانبية دكاري يكاد ان يفعل دفاع الحسن الجديد. تقدم هناك محاولة استغلال من كابيلو والحكم يشير بخطأ لفريق اولمبيك غريم. كرة حرة لفريق اولمبيك غريم تنفذ فوق المرمى مرمى الحارس احمد مروان بيساك. بعد الجماهير ظنت بانها في الشباك، لا فوق الشباك اوت. هل يفعل اولمبيك غريم فرصة راسية فوق المرمى سوء تقدير وسوء تفاهم بين عناصر فريق اولمبيك غريب قادون كره سريعه شديده والتسديده زاحفه جانبيه عن مرمى محمد فرني. تسديده كريستيان سوندي طويله اماميه الكره ارتقال الكركش سربتي كركش يصاب على اثر ذلك كركش شيذكر ولتسدد الارضيه زاحفه الكره الجانبيه الكره دعت